مرحلة هي متوسط العمر، ومهندسين اللي هم زي حالاتنا كده اللي على معاش وناس كبار. مش هتكلم على الهندسة، طلبة هندسة، هتكلم على فترة نصف العمر للمهندسين اللي هم بقاله 10 سنين 8 سنين. دي أكتر فترة صناعيا وطبقا للصناعة دلوقتي والقطاع الخاص، مهم جدا إن المهندس يبقى كاليبر يستطيع أن يحقق للمؤسسة اللي بيشتغل فيها ما تتمناه مؤسسته. لأنه بعد 10 سنين 8 سنين من شغله لو هو ما بقاش قاطر في شركته، الشركة بتبقى طاردة له، بتمشيه وتفرده كده، تفكه 3 4 مهندسين صغيرين. إذا المهندس في فترة نص العمر من أهم فترات حياته عشان يقدر يستطيع إنه يكمل ويتدرج في شركته ويحقق لنفسه. والآن مع تكريم جهاز مدينة العالمين الجديدة السيد المهندس عبد الحميد بغربة. السيد المهندس محمود لطفي زغلول.